بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1442 الهجرة. هذا أحد موارد المياه القديمة والذي يبعد عن المسجد النبوي قرابة 5 أكيال. يوجد هنا نقش إسلامي مبكر وقيم كتبه لنا غلام بن سبع رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: أنا الحارث بن بولي غلام بن سبع كتبت هذا الكتاب زمن قتل أمير المؤمنين. رحمه الله وغفر له. وغالب ظني أنه يقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولو كان الذي بعده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكان من الأرجح أن يذكر اسمه. ولكن هذا الذي ورد في النقش، والله تعالى أعلم، أنا الحارث بن بولي غلام بن سبع وكتبت هذا الكتاب زمن قتل أمير المؤمنين. وهذا نقش أنا عبيد الله أستغفر ربي، وهذا نقش أنا عبد الله ابن إسحاق الأنصاري. ويحتاج هذا النقش إلى دراسة وإلى معرفة ترجمة كاتبه رحمه الله وغفر له. فهذا أول نقش نرصده في هذا الغدير.